تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموقف محرج مع معجبة نهارك لما التقت فيه هو وعم يصور مشاهد خارجية من مسلسله الجديد موسى ويلي من المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل. وظهرت المعجبة بالفيديو هي وعم تبكي من شدة تأثرها لما شافت محمد رمضان وعم بتقله أنا بحبك كتير، ليقرب منها ويبوس على جبينها ويرجع يبوس على إيدها. ناس الطيبين واقفين مستجدعين هما ود. هيدا المشهد تفاعل معه عدد كبير من المتابعين يلي أثنوا على ردة فعل محمد رمضان وتجاوبوا مع المعجبة يلي احترم مشاعرها وتعامل معه بأخلاق واحترام. وبنفس الوقت أعاد هيدا المشهد عند المتابعين نفس الموقف يلي صار مع الفنان تامر حسني من فترة قصيرة، وكانت ضجة صفحات معجبي تامر حسني بمقطع فيديو ظهرت فيه معجبي منهارة بعد ما التقت صدفة بتامر بأحد الفنادق يلي كان عم يحيي فيها حفل. تصرف المعجبي لما شاف التامر أثار ضجة واسعة لدرجة إن بينت بالفيديو منا قادرة توقف على إجريها وطلبت من الموجودين يجيبولها مي وسكر لأن رح تغيب عن الوعي. أما تامر فحاول يتعامل مع الموقف بطريقة مهضومة وتجاوب مع ردة فعله وحاول يهديها. أنا بايتة هنا، أنا بايتة بجد، شكرا جدا على الفرصة دي. عندما تكون نمبر ون أو بلاش نمبر ون علشان يعني دي مسألة يعني فيها كلام. من ناحية تانية كان أثار كلمة الفنان المصري محمد رمضان والممثل المصري سمية الخشاب يلي بتشاركوا بطولة مسلسله الجديد موسى جدل كبير بين اللي متابعين بسبب طريقة ترويجه لشخصياتهم بالمسلسل. الأمر بلش لما نشر رمضان صورة من كواليس التصوير ظهر فيها برفقة الممثلة سمية الخشاب وعلق عليها وقال لما الملبن يكون قدامك والدكتور يمنعك منه. لا ترجع وتنشر سمية الخشاب صور من الكواليس عبر صفحتها الخاصة وترد بنفس الطريقة وتقول بالراحة على الملبن يا موسى أحسن ما ينكسر. هيدي التعليقات بين محمد رمضان وسمية الخشاب عرضتهم لكتير من الانتقادات، فاعتبر بعض المتابعين انها بتحمل ايحاءات غير لائقة. من وقت صغير حذروك كتير زمان ان الاسد مفترس مش بيهرب، انا البطل اللي نفسك تقلق.